مرحبا، حلقة جديدة من استوديو تيك بلشت. بحلقة اليوم رح نتعرف على أهم تطورات بعالم التكنولوجيا، ورح نشوف أحدث أنواع السيارات، ورايحين بجولة حول الكرة الأرضية من إحدى الأقمار الصناعية، وكمان رح نتعرف على عالم الميتافيرس. كل هاد بحلقة اليوم من استوديو تيك. من نحن وصغار بنحلم بالطيران، وكتير حاولنا نقلد أفلام الكرتون، وياما تمنينا يكون عندنا بساط سحري مثل بساط ألف ليلة وليلة. المخترع الفرنسي فرانكلي زاباتا قدم فرصة ل 25 شخص بركوب مركبته الطائرة والتحليق فيها لمدة من الوقت. مركبة فرانكلي ما بتحتوي عجلات ولا أي وسيلة للتحرك على الأرض، بس بتحتوي محركات نفاثة صغيرة بتشتغل على الكيروسين. هالمركبة الطائرة بإمكانها الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، وممكن توصل لارتفاع 3000 متر وبسرعة 250 كيلومتر بالساعة. ولهلأ اختراع فرانكلي ما حصل على أي إذن للاستخدام بالأسواق، وممكن يتم استخدامها بالمستقبل لأعمال الإنقاذ بالجبال. من بعد انتظار طويل لعشاء الأجهزة الذكية، شركة سامسونج أطلقت مجموعة من الأجهزة الجديدة والمميزة، ومنهم جهاز جالاكسي زد فليب 4 يلي بيفتح مثل هاتف قديم من أيام زمان. وإذا قارنا جهاز زد فليب 4 بطراز فليب العام الماضي، بيحتوي على حواف أصغر وكتير تفاصيل رح نتعرف عليها سوا. شركة سامسونج كشفت عن أجهزتها الذكية الجديدة، وأبرز كان هاتف جالاكسي زد فليب 4 الجديد يلي قابل للطي. هالهاتف شكله طولي قابل للطي من المنتصف، وزنه 187 جرام، وهو مضاد للماء ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش. شاشته الأساسية هي شاشة مرنة مقاسها 6.7 بوصة، أما الشاشة الخارجية فهي من نوع سوبر أمولد بمقاس 1.9 بوصة، وفيك تعتمد عليها لمعرفة الوقت والتاريخ والمكالمات والرسائل الواردة للهاتف. بيشتغل جهاز سامسونج الجديد بنظام أندرويد 12، وزود الجهاز بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 بلس جين 1، وبيمتلك معالج رسوميات أيضاً وذواكر وصول عشوائي 8 جيجا بايت، وذواكر داخلية توصل من 128 لل 512 جيجا بايت. أما الكاميرا الأساسية لزد فليب 4 ثنائية بدقة 12 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بكسل. وبيمتلك الجهاز بطارية لايبو بسعة 3700 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، ومنقدر نشحنها لاسلكياً بشاحن باستطاعة 15 واط. نسبة كبيرة من الأشخاص بتستخدم تطبيق سناب شات كرمال الفلاتر اللي بيحتويها، وصار محبب من قبل الكبار والصغار. نسبة كبيرة من الأطفال صاروا مدمنين سناب شات، لهيك المنصة أطلقت ميزة فاميلي سنتر يلي من خلالها بيقدر الآباء يراقبوا طفلهم كيف عم يستخدم سناب شات ومع مين عم يحكي. تطبيق سناب شات شهد إقبال كبير من الأطفال، وهالشي خلى منصة سناب شات تطلق ميزة فاميلي سنتر. وهالميزة الجديدة بتهدف لتحسين إشراف الآباء على أنشطة أطفالهم بالتطبيق، ورح يتم السماح للوالدين والأوصياء بمعرفة مع مين عم يتواصل أطفالهم عبر هالتطبيق. أما كيف هالميزة بيتم تفعيلها، فلازم يتم قبول دعوة فاميلي سنتر من قبل الطفل والوالد أو الوصي كرمال تدفع على الميزة. وبحالة اعتقاد الوالدين إنه لازم يطلعوا بحساب ابنهم وشافوا حساب عم يقوم بأشياء غلط، ما عليهم غير إبلاغ فريق الثقة والأمان بسناب شات عن الحساب. كمان في أدوات بتتيح للوالدين معرفة كل جديد بقائمة أصدقاء أطفالهم بمنصة سناب شات يلي رح تطرح الميزة خلال الأسابيع القادمة. وقالت سناب بمنشور إلها على المدونة، كان هدفنا هو إنشاء مجموعة من الأدوات المصممة لتعكس ديناميكيات العلاقات بالعالم الحقيقي وتعزيز التعاون والثقة بين الآباء والمراهقين. وعندما يتعلق الأمر بسلامة المراهقين على المنصة، قدمت سناب ميزتين لمعالجة الأمر نفسه بيناير من هالعام، وتمت إضافة إحدى هالميزات إلى ميزة اقتراح الأصدقاء كويك آت لجعل النظام الأساسي أكثر أمان للي بتتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عام. سربت بعض المواقع الإلكترونية فيديوهات عن أحدث جهاز حاسوب محمول من شركة أسوسيا اللي جمعت فيه بين اللابتوب والتاب وشاشة قابلة للطي، وزودته بأحدث المواصفات التقنية.
عم تتحضر شركة أسوس لإطلاق حاسب محمول مميز بالشكل والمواصفات، وراح يكون نقلة نوعية بعالم الحواسب المحمولة. كتير مواقع سربت الخبر وإنه هالجهاز بيتمتع بشاشة لمسية مرنة قابلة للطي بمقاس 17.3 بوصة وأبعادها 3×4، أما دقتها فبتوصل 1920 إلى 2560 بكسل وتردده بيصل ل 240 هرتز. وقت تفتح شاشة الجهاز بشكل الكامل رح يصير بإمكانك استعمال الجهاز كحاسب لوحي كبير، أما وقت تطويه من المنتصف رح تتحول لشاشتين بأبعاد 2×3. وقت تطوي شاشة الجهاز رح يكون بإمكانك استعمال قسم السفلي كلوحة مفاتيح وتحكم لمسية، وكمان بإمكانك وصل الحاسب مع لوحة مفاتيح أسوس إرغوسينز اللاسلكية ليشتغل كحاسب محمول متكامل. وجهز الحاسب الجديد من شركة أسوس بمعالجات وذواكر وصول عشوائي عالية الأداء بتمكنه من التعامل بسرعة كبيرة مع البيانات وشبكات الإنترنت اللاسلكية. أما الشاشات فهي مزودة بتقنية OLED يلي رح تمكنه من ترشيد استهلاك الطاقة ليشتغل لساعات طويلة بالشحنة الواحدة. دائماً المنافسة بين الشركات بتولد نجاحات، وكيف إذا كانت المنافسة بين شركات عالمية؟ هون أكيد النتيجة رح تكون مميزة كتير. شركة ون بلاس الصينية كشفت عن سماعات بتشبه سماعات إيربودز، ولكن الشركة أضافت عدة ميزات للسماعات لتدخل بتنافس قوي مع سماعات شركة أبل. كشفت الشركة الصينية ون بلس عن سماعتها اللاسلكية الجديدة يلي متوقع أنه تكون منافسة قوية لسماعات إيربودز من شركة أبل، ورح تطرح ون بلس سماعات نوردبود سي إي الجديدة بالهند، ومن بعدها رح تطرحهم بعدد من الأسواق العالمية وبسعر منافس. تتميز هالسماعات بهيكل بلاستيكي مقاوم للرطوبة والغبار، مجهز بمكبرات صوت ديناميكية بحجم 13.4 ملم وأنبوب خاص بعزز صدى الصوت ليوصل ل 3 ديسيبل. سماعات ون بلس الجديدة بتتميز بميزة ساوند ماستر إيكولايزر يلي بتتضمن 4 إعدادات مختلفة، كمان زودت بميزة عزل الضوضاء الخارجية وجهزت بميكروفونات عالية الأداء لتوفير صفاء الأصوات أثناء إجراء المكالمات الهاتفية. تدعم هالسماعات تقنيات البلوتوث للاقتران لاسلكياً مع الهواتف والأجهزة الذكية، كمان زودت البطاريات ببطارية داخلية بتشغل لأكثر من 4.5 ساعات بالشحنة الوحدة. وصلنا هلأ لعند عالم السيارات وتحديداً عند شركة عالمية ألمانية، هي شركة أودي اللي كشفت عن سيارتها الجديدة لسنة 2023 وهي من نوع Q6. هالسيارة مختلفة بشكل كتير كبير عن باقي سيارات اللي أصدرتها الشركة تحت نفس النوع، وتميزت السيارة الجديدة بالتصميم الأنيق والمزايا العصرية. كشفت شركة أودي عن سيارة Q6 الجديدة يلي رح تكون من بين أهم مركبات الدفع الرباعي يلي رح يتم طرحها هاي السنة. سيارة أودي الجديدة بتختلف بشكل كتير كبير عن سيارات Q6 السابقة. هيكل السيارة بطول 5 أمتار و63 ملم، عرضه 197 سنتي وارتفاعه 178 سنتيمتر، ومزود بعجلات عريضة بتتراوح مقاساتها ما بين 19 و 21 إنش. سيارة Q6 تميزت بتصميم جديد للواجهة الأمامية والمصابيح وفتحات الهواء، كمان تزينت بخطوط إضاءة مميزة تمتد على كامل عرض واجهتها الخلفية، وتبدل فيها تصميم ممتصات الصدمات وأشكال فتحات العوادم. أما داخلياً فتميزت بقمرة عصرية وأنيقة، وجهزت بثلاث صفوف من المقاعد الجلدية يلي بتتسع لسبعة ركاب، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وتبريد. وزودت سيارة Q6 بنظام مالتي ميديا متطور وبيشتغل بالأوامر الصوتية، وشاشتين بتقنية اللمس بمقاس 10.1 و 8.6 بوصة. أما أنظمة الأمان فدعمت أودي هالسيارة بأحدث أنظمة الأمان لتفادي الحوادث، وأنظمة للتحكم فيها عن بعد عبر الهواتف الذكية، ونظام التعديل التلقائي للمسار، ونظام النقطة العمياء، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد كامل محيط الهيكل. ومع هيك تطور تم تزويد السيارة بمحرك توربيني بسعة 2 لتر بعزم 231 و 265 حصان، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات ونظامي دفع أمامي ورباعي.
بالفترة الأخيرة شفنا الشركات الصينية عم تنافس الشركات العالمية وعم تقدم سيارات بأشكال جداً رائعة وبمواصفات عصرية ومليانة تكنولوجيا. ومن بين هالشركات شركة شيري اللي زودت سيارتها الجديدة بعدة أنظمة أمان مثل نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث وحساسات من كل جوانب السيارة. أعلنت شركة شيري الصينية أنه رح يتم طرح سيارة أوماندا 5 بروسيا وبعدة أسواق عالمية. دائما شركة شيري الصينية عم تجذب الانتباه لتصاميمها وتحديداً التميز اللي عم تتميز فيه. فسيارة أوماندا 5 بتمتلك واجهة أمامية مميزة وشكل مصابيح ضيق وغريب وبتشتغل بتقنية الـ LLD. ومثل ما عم نشوف هيكل السيارة بيتمتع بانسيابية عالية. هيكل سيارة أوماندا 5 بطول 4 أمتار و40 سنتيمتر، عرض 183 سنتيمتر وارتفاعه 158 سنتيمتر، ومجهز بعجلات عريضة وأنيقة مقاسة 18 إنش. أما الحجور الداخلية للسيارة فتصميم الإضاءة فيها يعتبر جداً مميز، وجهزت واجهة القيادة بشاشتين لمستين مقاس كل واحد منها 12 بوصة. وزودت شيري هالسيارة بنظام تدفئة وتبريد للمقاعد ووسادات أمان أهوائية لحماية جميع الركاب ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث وحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية. ورح تطرح شيري السيارة بالسوق الروسية وبعض الأسواق بمحركات توربينية بسعة 1.5 لتر بعزم 147 حصان وعلى سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات وبتشتغل بنظام دفاع رباعي وأمامي. سمعنا بالفترة الماضية كتير أخبار عن التاكسي الطائرة وبقيت هالتاكسي شاغلة بال العالم إنه معقول تتحول السيارة لطيارة وكيف ممكن نستخدمها وهي خطرة أم لا؟ بدي خبركن التاكسي الطائرة صارت موجودة وما بقى هي حلم صارت حقيقة. شركة الطيران الأمريكية American Airlines تعاقدت مع 100 تاكسي طائرة بقيمة 10 مليون دولار ورح تطلق التاكسي الطائرة لأول مرة بالفترة الجاي. هالتاكسي بتساع 4 أشخاص وبتصل سرعتها ل 240 كيلومتر بالساعة. والشيء المميز بهالتاكسي انه بتشتغل على البطاريات وغالبا رح تتطور التاكسي الطائره وتحديدا مع تطور السيارات الكهربائيه. بهالايام من خلال هواتفنا صارت التطبيقات الموسيقيه اسهل شيء ممكن نوصل له وتم تصميم مئات التطبيقات لتشغيل الموسيقى، منهم تطبيقات مميزه ومنهم تطبيقات ما قدمت شيء جديد للمستخدم. وهلأ رح نتعرف على أشهر التطبيقات الموسيقية اللي بتقدم ميزات ومحتوى مختلف عن باقي التطبيقات. كل يوم نشوف تطبيقات جديدة على الإنترنت خاصة بالموسيقى واليوم رح نتعرف على 4 تطبيقات موسيقية مميزة كتير وممكن إعلان هالتطبيق يشدنا إله وننزله على موبايلاتنا ونتفاجأ إنه هالتطبيق مثله مثل تطبيق تاني موجود عنا، يعني ما قدم شي مختلف ولا في فرق يذكر. وتطبيقات الهواتف الذكية كتير كبيرة ومتنوعة واليوم رح نحكي عن الأفضل منها. والبداية من تطبيق الموسيقى شازام يلي بوفر لك قوائم تشغيل خاصة فيك، وبيتميز هالتطبيق إنه بيجمع لك موسيقتك كلها مع بعض، يعني الذكاء الاصطناعي اللي موجود بالتطبيق بيقدر يقدم لك نوع موسيقتك المفضلة بدون أي عناء. وأكثر ميزة بتميز تطبيق شازام قدرته على معرفة أي نوع موسيقى بخمس ثواني فقط، يعني إذا كنت بالسيارة أو بالطريق وسمعت أغنية وحبيت تعرفها هالتطبيق بكبسة زر حيساعدك. تطبيق سبوتيفي يلي بيتميز بطابع خاص فيه وتحديداً إنه بتقدر تنزله على كل الأجهزة الذكية، هاتف لابتوب، مكبرات صوت وحتى على البلايستيشن، وبتقدر تربطهم كلهم ببعض وتنقل أي ملف بنقرة واحدة. هالميزة بتمكنك من تشغيل الموسيقى من قبل جهاز معين والاستماع عبر الآخر مع مراعاة عدم إسقاط أي شرط من شروط تطبيق هالميزة. لتكون هالميزة فعالة لازم تكون كل الأجهزة مرتبطة بنفس شبكة الواي فاي، ويعتبر هالتطبيق من أكثر التطبيقات استخدام على أجهزة الأندرويد. تطبيق ساوند كلاود يلي لفت الانتباه من أول صدوره ويعتبر منافس قوي لكافة تطبيقات الموسيقى على الأجهزة الذكية، والسبب هو
ومواكبته لكل التطورات الموسيقية. لهيك إذا كنت من محبين الموسيقى، نزل التطبيق واستمع بحرية الاستماع للموسيقى بدون أي إزعاج من الإعلانات اللي بتظهر بشكل مفاجئ. وصل عدد مستخدمي هالتطبيق ل 250 مليون، وهالشي بيعكس إنه هو تطبيق محبب من نسبة كبيرة من الأشخاص. والتطبيق الأخير يلي يعتبر من أشهر تطبيقات شركة جوجل وهو بلاي ميوزيك، ويعتبر التطبيق الأول عالمياً لأنه بيوفر أكثر من 40 مليون أغنية، وبتقدر من خلاله أنك تسمع الأغاني وتنزلها على جهازك أو تشتريها. والأهم وجود مكتبة موسيقية تصويرية ضخمة لأهم الموسيقى اللي تواجدت بالأفلام. أما شكل هالتطبيق فهو كمان تقليدي مثل باقي برامج الموسيقى، وإله ميزاته يلي بتدعم تشغيل الراديو. وصلنا لفقرة أوتسايد. بهالفقرة بننطلق للفضاء الخارجي لنعرف أجدد التطورات بعالم الفضاء، والبداية من مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية اللي أعلنت عن نجاح مهمة إطلاق مجموعة أقمار صناعية عبر الصاروخ سويز الفضائي الروسي اللي أطلق يوم الثلاثاء 9 أغسطس من مطار بايكونور الفضائي. حمل الصاروخ الروسي على متنه 16 قمر صناعي صغير روسي، وحمل معه القمر الصناعي الإيراني الخيام. وانفصل رأس الصاروخ مع وحدة التسريع والأقمار الصناعية بالمرحلة الثالثة للصاروخ بعد مرور 9 دقائق. القمر الصناعي الإيراني الخيام مهامه قياس مستوى الإشعاع الكهرومغناطيسي واستشعار الأرض عن بعد ومراقبة الأوضاع البيئية. والأخبار بتقول أنه إيران عم تنوي تصنيع 3 أقمار صناعية أخرى بتشبه القمر الصناعي الخيام. احتفل علماء وباحثين مركبة الفضاء كوريوسيتي بذكرى انطلاق المركبة للمريخ من أكثر من 10 سنين. مركبة كوريوسيتي مهمتها معرفة تطور الحياة على سطح المريخ، وبسبب هالمركبة اكتشف العلماء وجود المياه على سطح الكوكب الأحمر. ب5 أغسطس سنة 2018 انطلقت مركبة كوريوسيتي لسطح الكوكب الأحمر المريخ، واستغرقت الرحلة 8 سنين لوصلت للمريخ، يعني بعام 2020 وصلت للكوكب وجمعت بيانات من الكوكب لدراسة دعم الحياة على أرضه. بذكرى أطلاق المركبة اجتمع العلماء وأعضاء البعثة من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا ومركز جوادر لرحلات الفضاء، مع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتويتر سبيس، وهي عبارة عن غرفة محادثة شاركوا بين بعض ذكريات ودروس المهمة التاريخية للمريخ. قال آشوين بازفادا عالم مشروع مختبر علوم المريخ أنه مركبة كيوروسيتي تلعب دور كتير خاص ببرنامج استكشاف المريخ التابع لناسا، والهدف النهائي هو معرفة ما إذا كانت الحياة تطورت على المريخ، إذا كانت موجودة بالماضي أو حتى اليوم. تم إطلاق كيوروسيتي ب 26 نوفمبر 2011 من كيب كانفيرال، وبعد رحلتها اللي استمرت لأشهر عبر الفضاء هبطت المركبة داخل فوهة جيل يلي بيبلغ عمره 3.7 مليار عام ويلي بيبلغ طوله 100 ميل، وبدأت بالاستكشاف المنهجي لسطح المريخ. قالت مهندسة أنظمة مختبر الدفع النفاث صوفيا ميتشل عن وظيفتها كسائقة أوبر الفضائية أنه كانت تقود المركبة الجوالة من على بعد أكثر من 100 مليون ميل. بالتأكيد هي وظيفة الأحلام، أنا مهندسة طيران ولكن بعتقد حقاً بنفسي كمكتشفة، وبالتالي فإن مهمة الاستكشاف النهائية بذهني هي قيادة روبوت علمي ضخم على كوكب مختلف. نتيجة الاستكشاف يلي قامت فيه المركبة استنتج العلماء أنه كوكب المريخ يلي كان وما زال مغبر كان مغطى بالماضي بأجسام مائية، وهالشي مؤشر على أنه هالكوكب القاحل كان بيوم من الأيام مضيف لشكل يمكن من أشكال الحياة. وتم تمديد المهمة يلي كان من المفترض أنه تكون لمدة 2 لأجل غير مسمى، وبلشت المركبة تشيخ مع ظهور التجاعيد على العجلات. شهدت المحطة الفضائية الدولية يوم الأربعاء 10 أغسطس عملية تعديل لمدارها كرمال تهيئة الظروف الباليستية النهائية اللازمة لاستقبال مركبة سويوز MS-22 الفضائية الروسية المأهولة. وبعد انتهاء مناورتها تم تعديل مدار المحطة ليرتفع متوسط مدارها بمقدار 840 متر ليصير 416.29 كيلومتر. مركبة سويوز MS-22 الفضائية المأهولة رح تنطلق 21 سبتمبر المقبل من مطار بايكونور الفضائي الروسي، ورح تحمل المركبة الفضائية الروسية للمحطة الفضائية الدولية الرائدين الروسيين سيرجي بروكوبويف وديمتري بيتيلين ورائد وكالة ناسا فرانسيسكو روبيو.
كتير بيخطر ببالنا كيف منظر الكرة الأرضية من السماء، أو كيف رواد الفضاء بيشوفوا الكرة الأرضية. كتير ناس بتخاف من الأماكن العالية، وكيف إذا كان منظر الأرض من ارتفاع كتير عالي، وتحديداً من إحدى الأقمار الصناعية اللي عم تدور حول الأرض. مشاهد بتحبس الأنفاس، يلا نشوفها سوا. بداية فقرة إنسايد عن اكتشاف كتير غريب بقاع المحيط الأطلسي. هالاكتشاف عبارة عن ثقوب بقاع المحيط ومرتبة بشكل مستقيم. هالاكتشاف حير العلماء، والسبب أنه موجود على عمق أكثر من 2550 متر تحت سطح البحر. وللعلم الإنسان ما بيقدر يوصل لهالعمق، يعني فينا نقول هي مانا من صنع الإنسان. خلال رحلة استكشافية حديثة لأعماق المحيط الأطلسي، وتحديداً لمنطقة شمال حيد وسط المحيط الأطلسي، اكتشف الباحثين البحريين ثقوب صغيرة محفورة بالرواسب ومرتبة بعشرات الخطوط شبه المستقيمة. هالاكتشاف أعاد للذاكرة الثقوب الغامضة يلي اكتشفها العلماء بعام 2004 بنفس المنطقة. وبحسب البيان الصحفي المنشور على موقع الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي نوا، إنه أثناء رحلة الغوص رقم 4 من الرحلة الثانية للمهمة الاستكشافية Voyage to the Reach 2022، لاحظنا عدة مجموعات من الثقوب في رواسب قاع البحر تصطف بخطوط شبه مستقيمة على عمق حوالي 2540 متر. وصف البيان الثقوب شكلها وكأنه من صنع الإنسان مع وجود أكوام الرواسب الصغيرة حولها. وحاول العلماء إلقاء نظرة داخل الثقوب وركزها بالأدوات الموجودة بالغواصة يلي بتشتغل عن بعد، وما قدروا يعرفوا إذا هالثقوب متصلة بشيء تحت الرواسب. وبحسب التقرير يلي نشرته ساينس ألريت، هالثقوب كانت منقطة بأسلوب أنيق ومتناسق بشكل لا يصدق، ولولا حقيقة أنها تقع على بعد 2.5 كيلومتر تقريباً تحت سطح المحيط الأطلسي وبمكان معزول ما بيقدر الإنسان يوصل إليه. واستخدم العلماء مصطلح لابنسبرين لوصف الثقوب ومعناها آثار الحياة، وبيشير لأنماط بالرواسب السطحية الناتجة عن الاضطرابات الحيوية أو اضطراب الرواسب بواسطة الكائنات الحية. الخيال العلمي دائماً بيصور قصص دائماً منقول عنها ما رح تنوجد على أرض الواقع. كنا نقول عن الرجل الآلي هو ضرب من ضروب الخيال، وصار الرجل الآلي موجود بالواقع، وتطور الأمر وصار فيه روبوتات على شكل كلاب. العلماء طوروا الكلب الروبوت وأكسبوه ميزات بتتفوق على الكلب الحقيقي، والميزة اللي أثارت استغراب وخوف العالم أنه أحدى الشركات المصنعة للكلب الآلي زودته بنوع من الأسلحة النارية. يمكن هالنوع من الكلاب تساعد بالحماية الأمنية للمنشآت، ويمكن تكون خطر على الإنسان. انتشر من سنوات بأفلام الخيال العلمي كلاب روبوتية بمواصفات خارقة تتفوق على الكلب الحقيقي وكمان على قدرات الإنسان، وبتساعد الإنسان بعدة أمور مثل الحراسة، الإطفاء، وانتشال الأشخاص من تحت الأنقاض. وبدأ استخدام الكلاب الروبوتية من قبل إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك باستخدام الكلب الروبوت سبوت من شركة بوستون داينامكس للمساعدة بعمليات البحث
والإنقاذ الصعبة. ومن بعد عدة أشهر أحضر الحرس الوطني الجوي لمدينة بورتلاند كلب آلي للمساعدة بالأمن، وبيمتلك القدرة على المراقبة بالفيديو بالإضافة للقيام بدوريات أرضية بمناطق وعرة والقفز فوق الأشياء يلي بتعترضه بالطريق. وأنفقت شركة هونولولو عاصمة ولاية هاواي تقريباً $150,000 لشراء كلاب روبوتية للدخول لإجراء فحوصات لدرجات حرارة أجسام الأشخاص للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كوفيد-19. عم يتم حالياً العمل على تطوير إمكانيات الكلاب الروبوتية بسرعة كبيرة، فالباحثين بجامعة ديوك الأمريكية طوروا نموذج أولي بيستخدم الخلايا الجذعية الحيوانية لإنشاء أنف إلكتروني بشم وبيكشف عن المتفجرات والمخدرات وغيرها من المواد، وممكن يكون مثل أنف الكلب الحقيقي أو بيتفوق على قدرات الكلاب المدربة بهالمجال، وهالنموذج لهلأ عم يتم اختباره. أما بجامعة كاليفورنيا قام الباحثين باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم التعلم المعزز لتدريب الكلب الروبوت على المشي من الصفر بالعالم الحقيقي، وما استغرق تعلم المشي وأتقانه غير ساعة واحدة. وعم يتم تزويد الكلب الروبوت بإمكانيات التعرف على الوجه والصوت ليتمكن من العمل بكفاءة كعين وأذن آلية حول المنشآت الحساسة. وأخيراً أطلقت شركة جوست روبوتكس الأمريكية كلباً روبوتياً باسم فيجن 60، تم تجهيزه بسلاح ناري بالتعاون مع شركة الأسلحة الصغيرة ثورت انترناشونال. وصلنا لفقرة فلاش. موضوع فقرة فلاش لليوم شغل بال العالم من لحظة تغيير شركة فيسبوك اسمها لميتا. هالتغيير كان تمهيد لإطلاق الميتافيرس، يعني الواقع الافتراضي. كتير تساؤلات دارت ببالنا، شو يعني واقع افتراضي؟ كيف ممكن نستخدمه؟ شو رح يأثر على حياتنا؟ أسئلة كتير خطرت ببالنا، ولهلأ ما في شيء مؤكد 100%، فينا نقول لسه هي مجرد تجارب. كرمال نعرف أكثر عن الميتافيرس رح نشوف سوا هالتقرير. شركة ميتا أو فيسبوك سابقاً أعلنت العام الماضي عن إطلاق لمنصة الميتافيرس، وهي عبارة عن دمج منصات التواصل الاجتماعي بتكنولوجيا الواقع الافتراضي وتكنولوجيا الواقع المعزز. الميتافيرس هي عوالم افتراضية موجودة بجانب عالمنا الحقيقي، بإمكان الإنسان أنه يدخلها ويعيش فيها باستخدام الأفاتار الخاص فيه من خلال تكنولوجيا الـ VR أو الـ AR. يعني فينا نقول أنه بتشبه الألعاب الإلكترونية نوعاً ما، ويقال أنه عالم الميتافيرس ممكن يندمج مع الواقع المادي بالمستقبل القريب، ورح يمكننا من عقد الاجتماعات والمقابلات والتسوق، السفر، حضور الحفلات وحتى الزواج وكسب المال وتأسيس اقتصاد من خلال العالم ثلاثي الأبعاد يلي بيخلقه الميتافيرس. مصطلح ميتافيرس صيغ لأول مرة برواية الخيال العلمي سنو كراش عام 1992، وقت تخيل الكاتب وجود عالم رقمي بيستخدم فيه الناس الأفاتار الخاص فيهم لتصفح العالم والعيش فيه هرباً من العالم الحقيقي. ويبدو هلأ الخيال صار حقيقة. تختلف تكنولوجيا الواقع المعزز عن تكنولوجيا الواقع الافتراضي، مع هيك بيشتركوا بأنه نقطة الدخول للميتافيرس. بالنسبة للواقع المعزز فهو يعمل على دمج العالم المادي بالعالم الافتراضي مثل لعبة بوكيمون جو. أما الواقع الافتراضي بيشتغل بطريقة مختلفة وأصعب، لأنه بيعتمد على خلق عالم كامل افتراضياً بيتفاعل فيه المستخدمين مع بعضهم. ومن المتوقع أنه توصل استثمارات الميتافيرس ل 10 مليار دولار بحلول العام 2024. وعم نشوف كتير من الشركات والمنصات بدأت خطوات الأولى للدخول لهالعالم ودمجه مع أنشطتها. ومن بين الشركات شركة مايكروسوفت يلي اتجهت للميتافيرس ودمجت الواقع الافتراضي ببيئة العمل لتسهيل العمل عن بعد. وكشفت مايكروسوفت عن The Microsoft Mesh بنوفمبر 2021 يلي رح يسمح للموظفين بمزج الأفاتارات الخاصة فيهم بالاجتماعات، الشي رح يخليها أكثر متعة ويطفي المرح على العمل.
وكمان شركة انفيديا قامت بتأسيس المنصة المفتوحة انفيديا اومنيفيرس لدمج الأماكن الثلاثية الأبعاد المستخدمة في المحاكاة والتصميم والتصنيع بعالم واحد لتسهيل التواصل والتعاون بين مهندسيها ومصمميها ومبدعيها. وأخيراً شفنا شركات وعلامات تجارية عالمية دخلت عالم الميتافيرس مثل جوتشي ونايك من خلال طرح ملابس وأحذية من تصميم هالعلامات بالألعاب المختلفة. أما شو رح تقدم الميتافيرس للبشرية؟ عم يسعى العلماء لاستغلال الميتافيرس بأفضل استغلال لصالح الإنسان مثل التعليم عن بعد بطريقة الميتافيرس. لهون بتكون حلقة استوديو تيك خلصت، بشوفكن الأربعاء الجاي وبنفس الموعد وبحلقة جديدة. ما تنسوا فيكن تحضروا حلقة استوديو تيك عبر حساب قناة سما الفضائية على اليوتيوب والإنستغرام والفيسبوك، وإذا حابين نحكي عن مواضيع بتهمكن فيكن تتركوا كومنت باسم الموضوع.